حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضحكا؟ قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. هذا حديث أنس في المسند، وفي إسماعيل بن عياش، روايته عن غير أهل بلده ضعيفة كما قال هيثم في المجمع، وبقية الرواة ثقات، والألباني ضعفه في الضعيفة كالهيثم، لكنه صححه من مسند الروياني، فلعله عثر على ما يؤيد ذلك، ولذلك جود إسناده العراقي في تخريج الإحياء. وأما ما ورد عند البيهقي في الشعب أنه إسرافيل فإنه مرسل.